اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء اليومي المتجدد. هذه حلقه جديده واطلاله جديده من القاهره، نحاول من خلالها ان نتناول اهم الاحداث والقضايا المثاره على الساحه، خاصه ما يتعلق منها بتطورات الشان المصري والعربي. حلقه الليله فيها اكثر من فقره حواريه، لدينا فقره اقتصاديه نقدم فيها قراءه جديده لحال الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الضاغطة على الاقتصاديات العالم كلها وتوجيهات من قبل رئاسة الجمهورية بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. أيضا لدينا فقرة حوارية أخرى نتحدث فيها عن دور قطر في دعم بعض الجماعات المسلحة، خاصة بعدما كشفته شبكة فوكس نيوز الإخبارية من أن الدوحة مولت شحنات أسلحة لحزب الله اللبناني. قبل أن نصل إلى هذه الفقرات الحوارية دعونا نبدأ بجولة الأخبار، ونبدأها أيضا من هنا من مصر، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد بيتر لورسن رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العاملة في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات كيفية تعاون الشركة مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية المصرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية إلى جانب السيد بيتر لورسن ملك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصة ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم التي تمتلك 8 ترسانات لبناء السفن في ألمانيا والعالم، كما فازت مؤخراً بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11,000 طن. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن، بينما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، كل عام حضراتكم بكل خير. وفي تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي قال السيسي إن تلك المناسبة العطرة المليئة بمعان عامرة وسامية في قلوبنا تذكرنا برسالة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الرسالة العظيمة في صدق النية والعزم والإخلاص في بناء الأرض والوطن. كما هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية المصريين والأمة العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة، فكل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر قدمت مساعدات طبية عينية إلى 10 دول إفريقية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بقيمة تقارب 1.6 مليون دولار.
وشدد مدبولي على أن مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في القارة الإفريقية وكذلك الحد من التداعيات السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا تتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين دول القارة وشركائها حول العالم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي ورؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس حول جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا. أهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، كل عام حضرتك بكل خير بداية بمناسبة العام الهجري الجديد. أنت كنت ممتاز من دور زملاء ربما ما أشرنا إليه في الخبر السابق من جهد مصري لمساعدة الدول الإفريقية في مواجهة جائحة كورونا يؤشر إلى أن مصر على امتداد السنوات القليلة الماضية تحاول جاهدة أن تستعيد وضعها أو مكانتها التاريخية السابقة في القارة الإفريقية. فلأي مدى يعني مثل هذه الأمور أو مثل هذه التحركات تدعم هذا الاتجاه؟ مصر منذ سنوات عديدة تركز على المجال الطبي في علاقاتنا مع الدول الأفريقية. أكبر عدد من الأطباء المصريين الذين ترسلهم خارج موجودون في مختلف الدول الأفريقية على نفق الحكومة المصرية. بنستقبل بنقدم منح دراسية في كلية الطب للطلبة الأفارقة، ويتم تدريب الممرضين والممرضات في المستشفيات المصرية. بالنسبة للكورونا فهو امتداد لما تقدمه الحكومة المصرية من مساعدات مدنية في الكوارث واللقاحات الطبية، يعني كل ذلك استمرار الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد. أعتقد أن مصر تقدم مساعدة إضافية لما على هذا المدخل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا على هذه المشاركة معنا. قال وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة أنه تم وضع ضوابط لعودة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الحالي، فضلا عن الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية مع مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي لكل مصلي. الصلوات العادية من مراعاة التباعد بين المصلين، الالتزام بالكمامة، المصلى الشخصي، عدم فتح دورات المياه، وأن تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق. وبنأكد أن هذا مرتبط بهذا الظرف. احنا قبل كده كنا بنقول في حدود ربع ساعة إلى 20 دقيقة، لكن مراعاة للظروف وحتى لا يجلس الناس فترة طويلة في التجمعات في هذا الظرف، وهي تحقق المقصود الديني وليس فيها أي مخالفة شرعية على الإطلاق، تحقق المقصود الديني. وبنوجه رسالة مهمة جدا جدا جدا، عندما تزال أو تزول الجائحة تماما وتعود الحياة الطبيعية يكون النزول للجمعة واجبا على الجميع، أنك على كل بالغ عاقل مسلم للصلاة فهي فرض. ولكن في ظل الظروف الحالية وفي ظل إجراءات التباعد والفتح التدريجي لعودة الجمعة، لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرا في بيته، سواء كان من كبار السن، من أصحاب الأمراض المزمنة، كان لديه شيء من التخوف من التجمعات، أو كان لديه إيصال للآخرين وقال لو نزلنا جميعا لم يسعنا المكان فأنا سأوصل الآخرين. فمن صلى ظهرا في بيته فلا حرج عليه، ومن نزل فيراعي جميع الإجراءات التباعد والضوابط، فإن وجد المسجد قد امتلأ عاد إلى بيته وله كامل الأجر والثواب. في شأن مصري آخر، قررت وزارة الداخلية استئناف الزيارات في جميع سجون مصر وفقا لضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، لتكون مدة الزيارة 20 دقيقة ولمرة واحدة شهريا. كما واصل قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا بما يحمي صحة وسلامة النزلاء وأيضا المترددين على السجون من عاملين أو أهالي النزلاء.
كل ما يلزم من إجراءات الطب الوقائي لمنع الإصابة بفيروس كورونا تم اتخاذها داخل السجون المصرية، بخاصة مع استئناف الزيارات والتي تبدأ يوم السبت القادم وفقاً لضوابط محددة، على ألا تزيد مدة الزيارة عن 20 دقيقة ولمرة واحدة شهرياً. وقد خصصت الوزارة 118 هاتفاً على موقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت للاستعلام عن موعد الزيارة وتلقي بيانات المتصل واسم النزيل ودرجة القرابة، وتتضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا إلزام الزائرين بارتداء الكمامات الواقية ومراعاة مسافات الأمان، كما التزمت السجون بوضع بوابات إلكترونية للتعقيم الذاتي للمترددين عليها بصفة يومية. ووفقاً لبرنامج زمني، يتم تعقيم وتطهير مرافق السجون بصفة دورية عن طريق أطقم الطب الوقائي التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والتي تستخدم مواد مطهرة ومعقمة معتمدة وذات جودة وفعالية. امتدت الإجراءات الوقائية إلى حملات توعية وإرشادية لنزلاء السجون من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى إجراء مسحات طبية للحالات التي يشتبه فيها لمعرفة مدى إيجابيتها، وتوجد مستشفيات ذات تجهيزات فنية وتكنولوجية وبشرية عالية بالسجون المصرية تستطيع التعامل مع كافة الحالات المرضية بكفاءة عالية. من خلال عنابرها المجهزة والعيادات والمعدات المستخدمة والأدوية المتوفرة للنزلاء، ما يوفر رعاية طبية ووقائية ملائمة لكافة النزلاء مع اتباعهم لكافة الإرشادات الوقائية والصحية. كذلك يتم مراعاة الإجراءات الوقائية داخل ورش التأهيل المختلفة والعنابر والمكتبات وكافة أماكن التريض وغيرها. وتتفق كل تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها قطاع السجون داخل السجون المصرية مع كافة التعليمات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، حماية لصحة وسلامة الجميع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكدت وزارة التموين انتظام العمل بالمخابز البلدية في ثالث أيام تطبيق منظومة التكلفة الجديدة للخبز. دكتور علي المصلحي وزير التموين قرر مد صرف سلع فارق النقاط الخبز للمواطنين، وذلك حتى نهاية الشهر بدلا من يوم 20 من كل شهر. 30,000 مخبز يعملون يوميا على تلك الشكلة من الصباح الباكر حتى انتهاء الحصة المقررة له. الإنتاج يومياً من الخبز يصل إلى 250 مليون رغيف خبز مدعمة بخمسة قروش للمواطنة. أي مخبز ما بيحتفظ بحصتين يومين، يعني رصيد استراتيجي ده دائم في الفرن، غير الحصة بتاعت اليوم اللي هي حصة اسمها حصة الدايرة اللي بشغلها في نفس اليوم، بقى فيه 2 رصيد احتياطي في المخبز حصة يومين غير اليوم اللي هو شغاله. يعني بالنسبة للدقيق، الدقيق متوفر بكمية يعني مريحة في المخابز، ما فيش أي شكوى وما فيش أي مشاكل بالنسبة للدقيق، دي متوفر. فقديما وقبل الحديث بيوم واحد كانت الأوزان تختلف لرغيف الخبز حسب النوع، بدءا من الطري والمجري والملدن، توحيد وزنه جاء لتسهيل الرقابة عليها. واحنا وحدنا وزن الرغيف لكي لا يكون في اختلاف بين الرغيف من مخبز لآخر، فوزن الرغيف بقى 90 جرام سواء كان طري ملدن مجري، كل الأوزان بقت واحد 90 جرام، ومتأكد على جودة الرغيف. والرغيف الحمد لله من امبارح بداية تطبيق المنظومة لغاية النهاردة لم نرصد أي شكاوي للرغيف العيش.
ومع الانتاج الذي يصل شهريا الى المليارات الثمانية من الخبز المدعم للمواطنة، فان توحيد الوزن بين انواع الخبز قد خلق حالة من الاريحية مع تحمل الدولة تأمينات العاملين في المخابز والتي يصل عددهم الى 100,000 عاملة. الموافقة على مطالب الشعبة برفع تكلفة انتاج الخبز من 213 ل 265، تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز، اصبح دلوقتي عامل المخابز احنا عملناه في مظلة التأمينات الاجتماعية، فهيستفيد سواء كبر في السن او ساب المخبز او عي او بتاع هيستفيد منها. المواطن وكالعادة لم يغب حديثه عن الحمداء وعن الوفرة في إنتاج الخبز والجودة التي سمحت له باستخدامه كل جرام منه. لا الرغيف العيش حلو وبناكله كله ما شاء الله، العيش حلو اتحسن وبقى أحسن من الأول الحمد لله تمام، ربنا يديمها نعمة زي الفل. وعليها فإن توحيد الأوزان للخبزة قد سمح بوصول الدعم المستحقية وتسهيل الرقابة عليه إذن. تقول الأرقام أن الدعم المقدم على الخبز المدعم يصل إلى المليارات الثلاثة والنصف شهرياً، رقم فرض نفسه على الدولة بعد التزامها بصرف الخبز المدعم للمواطن بخمسة قروش. رمضان الشحات، النيل. أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 والتي ستنطلق بعد غد السبت، حيث وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى 110,900 طالب وطالبة. وصل عدد لجان السير إلى 351 لجنة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وطلاب الثانوية العامة المكفوفين. وقد أكد دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح له اليوم على جاهزية لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت اليوم الخميس غرفة عمليات الرئيسة بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان للسادة رؤساء اللجان. وشدد حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الجولة الإخبارية السريعة، نرجو أن نكون قد وفقنا في جمع شتات أهم الأحداث التي تجري خاصة هنا في الشارع المصري. بعد الفاصل نلتقي ضيفنا الكريم سعادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق والحديث حول هذا الموضوع الذي أشرنا إليه في بداية هذه الحلقة، ما كشفت عنه شبكة فوكس نيوز الإخبارية من أن الدوحة مولت شحنات أسلحة لحزب الله. ماذا عن تداعيات ما تم الكشف عنه من قبل هذه الشبكة الإخبارية، وما يتم توجيه اتهام لقطر أو الدوحة في دعم مثل هذه التنظيمات؟ بعد الفاصل نبدأ الحوار.